سيل من الأكاذيب والإدعاءات بيروجها جماعة الإخوان وأبواقها الإعلامية بتركيز شديد على القطاع المصرفي وأنه معرض للانهيار وكلام من هذا القبيل. والرأيك دلوقتي هو أن السيولة في البنوك ضعيفة وغير كافية، وكمان مصر معرضة للإفلاس. بانكير، نبض البنوك. مفيش أي بيانات أو إحصائيات بتدعم مسألة ضعف السيولة في البنوك المصرية، وبمراجعة البيانات هنكتشف أن السيولة المصرفية في بنوكنا المصرية لم تكن بهذه القوة والمستوى المرتفع طوال تاريخها، فهي كنسبة للناتج وصلت ل 90% وكقيمة وصلت ل 5.6 تريليون جنيه. الإشاعة الثانية والمتداولة بكثافة برضه هو أن البنك المركزي بيواجه صعوبة في سداد الديون وأننا على وشك الإفلاس، في حين أن وزارة المالية أعلنت مؤخراً أن مصر التزمت مؤخراً بسداد كل المستحقات المالية اللي عليها وأنها لم تتخلف عن السداد قبل كده ولا مرة واحدة. نيجي للإشاعة الثالثة واللي كانت متعلقة بأن البنوك بتعاني من ازدحام المودعين لسحب أموالهم، ودي الحقيقة كانت رائجة بكثافة في وقت من الأوقات لكنها رجعت تاني لتداول. والرد على الكلام ده هو أن الازدحام موجود طول الوقت في بعض الفروع، وده أمر طبيعي لسوق 102 مليون مستهلك بيخدمهم 4600 فرع بنكي فقط، ومفيش علاقة خالص بأي كلام بيتردد عن انهيار ثقة المصريين بالبنوك والتضافت الودائع الخاصة بيهم 8 مرات آخر 10 سنين. هل ده شعب فقد ثقته بالبنوك؟ ياريت ما نصدقش أي كلام بيتردد من غير لسند ولا معلومة، البلد دي مش هتقع. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.